في صورة الغلاف بنشاهد مجموعة كبيرة من النساء والأطفال ماشيين مجموعات في مدينة نيالة. ديل أمهاتنا وأخواتنا النازحات بتنقلوا من منظمة لمنظمة ومن جمعية لجمعية بغرض الحصول على المساعدات الإنسانية. عرفنا أن المواد الإغاثية اللي كان بتقدمها لهم المنظمات توقفت واستبدلوها بمبالغ مالية محدودة جدا، والمبالغ دي ذاتها ما بتجين بانتظام، عشان كده بيقوا عايشين واقع إنساني مؤلم. فنحن من خلال العدد ده بندعو الحكومة والمنظمات والمجتمع لمشاهدة الصورة دي والعمل على تغييرها بأسرع ما يمكن. دي صورة ما بتشبهنا. هاي والله ما بتشبهنا.